سوي. افتح ملف الحياة وابحث قضايا الناس، ده أهم شيء في الحياة تسعد قلوب الناس. ما هو في ورق ينقري وفي ورق ينداس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم حلقة مهمة جداً، لأننا نناقش في البداية أهم الأخبار، أهم الأحداث، أهم التحليلات التي وردت في صحافة اليوم، ومداخلات مهمة مع كثير من الشخصيات بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم. مشاهدينا الكرام، أيضا سيكون بإذن الله رب العالمين في الفقرة الثانية سنتناقش في أمر مهم جدا، أمر بيخاطب الكل، أمر بيخص كل المصريين في كل مكان، بل والمصريين المقيمين في الخارج، ألا وهو مسألة الخوف والفزع المسيطرة الآن على كثير من المصريين. مثلا حينما تحدث أي مشكلة الآن في أي محافظة أيا كانت، بسبب أنبوبة البوتاجاز أو بسبب خطف ولد أو بنت أو إلى آخره، يكون الرد الفعل مباشرة قطع الطريق. نتكلم في هذه الأمور وإن شاء الله نفتح اتصالاتنا ومداخلاتنا معكم بإذن الله رب العالمين في الفقرة الثانية بإذن الله رب العالمين. سيكون معنا بإذن الله الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر في الفقرة الثانية. مشاهدينا الكرام، هيا بنا نبدأ مع أولى فقرات حلقة اليوم وأهم الأخبار التي وردت في صحافة اليوم، ولكن بعد الفاصل. افتح ملف الحياة وابحث قضايا الناس، ده أهم شيء في الحياة تسعد قلوب الناس. ما هو في ورق ينقري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هبدأ مع حضراتكم من خلال جريدة الأهرام. الحدث المسيطر على الساحة في الوسط الصحفي، هناك أحداث كثيرة ولكن الكل يتحدث عن مسألة الدستور وعن القانون، قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان. كتير من الشخصيات اللي ترشحت لانتخابات مجلس الشعب ولم يحالفها التوفيق ولم يعني يجانبها الصواب في النجاح والفوز بانتخابات مجلس الشعب في مراحله الثلاث، قدمت طعون، قدمت أشياء عديدة من أجل أن هي تثبت أن هناك تزوير، من أجل أن تثبت أن هناك شيئا خطأ تم في المرحلة الانتخابية على مراحلها الثلاث. فالأهرام بتقول مشروع قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان أمام المجلس العسكري خلال ساعات. الأهرام تنفرد بنشر مواد القانون، الطعن مكفول لكل مصري له حق مباشرة الحقوق السياسية، التقديم خلال 30 يوم من إعلان النتيجة والحكم في 3 أشهر، بطلان عضوية النائب فورا بمجرد اختار البرلمان بالحكم، غرامة لأصحاب الطعون الكيدية تصل 100,000 جنيه وتعويض المتضررين. تعكف اللجنة التشريعية بوزارة العدل حاليا على دراسة مشروع قانون ينظم إجراءات الطعن على صحة عضوية نواب البرلمان بمجلسي الشعب والشورى، تمهيدا لعرضه على المجلس العسكري لإقراره خلال الساعات القليلة المقبلة. بينظم مشروع القانون أسلوب تطبيق المادة 40 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، التي نصت على أن محكمة النقد هي الجهة الوحيدة المختصة بنظر الطعون في صحة العضوية، وأن المحكمة عندما تصدر قرارها فإن هذا القرار يكون نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بعد ذلك. وأجاز مشروع القانون لكل مواطن مصري له حق مباشرة الحقوق السياسية الحق في الطعن على صحة نيابة أعضاء البرلمان، كما أعطى هذا الحق للمرشحين الفرديين وللممثلين القانونيين للحزب في انتخابات القائمة، وحدد الموعد الذي يقدم فيه الطعن ب30 يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر نتيجة الانتخابات أو قرار التعيين، وتفصل المحكمة في صحة الطعن من عدمه خلال 90 يوم من تاريخ تقديمه لقلم كاتب المحكمة. محتاجين الأمر ده نعلق عليه، ومعنا الدستور، المعركة القادمة بين الإخوان وبين المجلس العسكري، الدستور المعركة القادمة بين القوى السياسية والمجلس العسكري،
الدستور المعركة القادمة ومسألة مشروع قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان أمام المجلس العسكري. محتاجين نعرف إيه الموضوع ده، محتاجين نعرف مسألة الدستور الجديد ومشروع قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان. معانا الآن المستشار أحمد مكي، أهلا وسهلا معانا المستشار، سعداء بحضرتك. يا أهلا وسهلا. محتاجين تعليق حضرتك معالي المستشار على زي ما بقول مشروع قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان أمام العسكري ومعركة الدستور المعركة القادمة. يعني أنا أتمنى أن ما يكونش في معارك يا رب، خلينا ناخد واحدة واحدة. اتفضل. أحسن. نعم. أما ما قانون الطعن على أو تنظيم صحة عضوية البرلمان على صحة العضوية، نعم، فده فراغ تشريعي حاصل. أيوة. مطلوب سده، وهو قانون إجرائي محض، وما نشر في الجرائد لا يعدو إلا أن يكون أفكار أحد أعضاء اللجنة اللي بدأت اجتماعتها اليوم فقط. أيوة. يعني حتى الآن لم يتبلور مشروع، إنما إدارة التشريع. ولكن دي بنود يا معالي المستشار، بنود وأهم، يعني اللي بيقولوا دي هتبقى الصيغة النهائية للمشروع. لا لا، لسه. تمام. هذه مجرد أفكار لأحد أعضاء اللجنة بيعرضها على زملائي في اجتماعها الأول اليوم، وستتوالى اجتماعاتها لغاية ما تبلور فكرة نهائية تعرضها على وزارة العدل، ووزارة العدل هتعرضها على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء إن شاء الله إلى المجلس العسكري، ونحن نتمنى أن هذه المسائل تنتهي في أجل قريب لينفتح باب الطعن أمام من يرغب في الطعن على نتيجة الانتخابات. تمام. بأفكار الدستور أنا أعتقد أن شقة الخلاف بين القوى السياسية المختلفة تضاءلت بعد ما أعلن قطاع كبير من النواب أنهم متمسكون بالأبواب الأربعة الأولى من دستور 71، اللي متعلقين بالحقوق والحريات والشريعة كمصدر الرئيسي للتشريع والمواطنة والمساواة. باقي الشق الخاص بإعادة تنظيم سلطات الدولة. أي. اللي هو اعتبارا من الباب الخامس وما بعده، وما بعده ده ضئيل القيمة، يعني يثير خلافا محدودا، اللي هو الباب السادس خاص بمجلس الشورى، والباب السابع يتحدث عن الصحافة كسلطة رابعة وإلى آخره يعني. تمام. إنما هي القضية الكبرى هي تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث، اللي هي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. في خصوص السلطة التشريعية أعتقد أن القضايا محسومة باستثناء علاقتها شوية برئيس الجمهورية أو رئيس الدولة، بمعنى هل يكون لها سلطة حل المجلس كما كان في الدستور السابق أو لا. إنما القضية كلها في السلطة التنفيذية، ودي اللي هتاخد شوية، هل هي تبقى برأس واحد اللي هو رئيس الجمهورية أو برئيسين اللي هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعني النظام الفرنسي أو النظام الأمريكي أو النظام البرلماني. تمام. أنا بشكرك، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا معالي المستشار أحمد مكي، شكرا جزيلا لحضرتك. بنقول الدستور 2012 لم يتبقى سوى جولة الإعادة للمرحلة الثالثة على المقاعد الفردية لتنتهي انتخابات أول برلمان بعد ثورة 25 يناير، وهي الانتخابات الأكثر ديمقراطية والأكثر نزاهة على مدى 60 عاما بالتمام والكمال منذ قيام ثورة 52. الإسلاميون بيؤمنون بالتوافق، دستور لكل المصريين، الإخوان الاحتكام لرأي الأغلبية، والسلفيون الصدام غير وارد، التوافق هو الحل. الدكتور نور فرحات، الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون، الأغلبية اليوم قد تكون أقلية غدا، ومطالب الليبراليين في الدستور الجديد احترام المواطنة وحماية الحريات. ننتقل من مسألة قانون الطعن في صحة عضوية البرلمان والدستور الجديد مشاهدينا الكرام إلى
التعديلات الجديدة لقانون الأزهر. ننتقل إلى قانون الأزهر، هيئة لكبار العلماء تضم 40 عضو والسماح بإنشاء معاهد أزهرية في الخارج. كشفت مصادر مطلعة عن أبرز مواد مشروع القانون الجديد للأزهر الشريف والتعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 103 لسنة 61، بحيث أنهت لجنة مشكلة برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر صياغة القانون ووضع الخطوط العريضة له، تمهيدا لإرساله إلى المجلس العسكري خلال الشهر الجاري لإصداره ضمن مرسوم بقانون. وتضمن المشروع تعديلات جذرية من شأنها إحداث انقلاب في هيكلة مؤسسة الأزهر الشريف، أبرزها إعادة إنشاء هيئة كبار العلماء اللي ألغاها زي ما نعرف أو نتذكر ألغاها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بتضم 40 عضو فقط ووضعها في مرتبة أعلى من مجمع البحوث الإسلامية اللي بيضم 60 عضو، فضلا عن تحديد سن أقصى لشيخ الأزهر ب80 عاما بدلا من الإبقاء عليه مدى الحياة. والتعديلات بتضع شروطا بعينها لانتخاب أعضاء هيئة كبار العلماء من بين أعضاء مجمع البحوث، بحيث لا يقل سن المرشح عن 60 عاما، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، وأن يكون حائزا شهادة العالمية وله مؤلفات وبحوث دينية منشورة في تخصصه، وأن يقدم بحثين متخصصين في تخصصه لفحصهما من قبل لجنة تقييم، قبل لجنة التقييم تشكل بقرار من شيخ الأزهر إلى جانب التزامه بمذهب أهل السنة والجماعة. وجرى الاتفاق على أن يكون مفتي الجمهورية عضوا بهيئة كبار العلماء، وفي حالة خلو المقعد بهيئة كبار العلماء إثر الوفاة يتولى أعضاء الهيئة انتخاب عضو بديل من ضمن أعضاء مجمع البحوث الإسلامي. أيضا على صعيد آخر وعلى صعيد اختيار شيخ الأزهر، مسألة القانون ومسألة التعديلات الجديدة لقانون الأزهر فيها كلام كتير، فيها ما بين مؤيد وما بين معارض، هنتكلم في الأمور في التفصيلات دي الآن إن شاء الله. وعلى صعيد اختيار شيخ الأزهر، مشاهدين الكرام، بينص المشروع الجديد على انتخابه من ضمن أعضاء هيئة كبار العلماء ومن قبلهم، بحيث يتم ترشيح 3 بشروط معينة، ويجري تصويت سري بين أعضاء هيئة كبار العلماء لانتخاب شيخ الأزهر الجديد، ويمارس الشيخ الجديد عمله من تاريخ انتخابه ترسيخا لمبدأ جديد هو الاستقلال التام للأزهر عن السلطة التنفيذية. ثم تتولى الهيئة إرسال وثيقة بمضمون اختيارها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها فقط، وإصدار قرار جمهوري كاشف وليس منشئ بتعيين شيخ الأزهر المنتخب أسوة بانتخاب رؤساء الهيئات القضائية. ولأول مرة بينص المشروع على تحديد سن تقاعد شيخ الأزهر ب80 عام، وبيتقال أن الدكتور الطيب هو اللي أصر عليه رغم معارضة بعض أعضاء لجنة التعديل ومطالبتهم بأن يبقى شيخ الأزهر في منصبه مدى الحياة. بيتضمن المشروع إمكانية إنشاء هيئات ومعاهد تعليمية تابعة للأزهر في مختلف عواصم العالم، ضمانا لانتشار رسالة الإسلام السامحة وإعادة المكانة العالمية التعليمية للأزهر الشريف. وأيضا أوضحت المصادر أن اللجنة القانونية أنهت عملها منذ يومين، وضمت كل من المستشار عادل فرغالي الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري وقسم التشريع بمجلس الدولة، والمستشار سيد سلطان المستشار القانوني للشيخ الأزهر، والأساتذة أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، وعبد الدايم نصير، وحامد أبو طالب، وصلاح صادق، وفؤاد النادي، وصابر عرب، وكمال إمام، وجمال أبو الحسن رئيس الشؤون القانونية بالأزهر سابقا، وعبد الرؤوف محمود الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر. دي تعديلات مشاهدينا الكرام بأهم التعديلات الجديدة لقانون الأزهر محتاجين يعملوا هيئة كبار علماء. هيئة كبار العلماء دي تكون بديلة، يعني هو بيتقال إن هي هتكون أعلى من مجمع البحوث الإسلامية. طيب السؤال، طب هتكون أعلى من مجمع البحوث الإسلامية، طب هيبقى اختصاصها إيه؟ هل سيكون اختصاصها فقط انتخاب شيخ الأزهر؟ لا، بالتأكيد انتخاب شيخ الأزهر ده هيتم من وقت لوقت، يعني لما يبقى شيخ الأزهر عنده 60 سنة ويجي عندي 80 سنة يبقى هنجيب نقعد 20 سنة لغاية ما اللجنة تتم عملها تاني أو تعمل عمل جديد. ولكن اللجنة دي بيتقال إن هي ستكون أعلى من مجمع البحوث الإسلامية. السؤال هنا، هل ستقوم بمهام مجمع البحوث الإسلامية من خلال الدراسة والأبحاث ومناقشة الكتب وإلى غير ذلك، والمجمع البحوث في أقسام عديدة وشعب كثيرة؟ الأمر محتاج توضيح، الأمر محتاج إن احنا نفهم التعديلات دي بصورة أكبر، لأن التعديلات حينما
تم نشرها وتم تسريبها إلى كثير من الصحف. هناك معارضة من قبل علماء في الأزهر الشريف، هناك علماء بيعرضوا هذا المشروع أو بيعرضوا هذه التعديلات، لأنه بيقولوا أنا بتقولوا انتخاب شيخ الأزهر، إذن لابد أن الدكتور أحمد الطيب يقدم استقالته الآن ويتم انتخاب شيخ الأزهر. الدكتور أحمد الطيب يترشح، ومن يرى من في نفسه أنه مؤهل لتولي مشيخة الأزهر يتقدم وتجرى انتخابات إلى غير ذلك. مسألة لجنة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء، بيتقال إحنا الوقت هما بيقولوا الشروط، الشروط أن سنه لا يقل عن 60 عام، أن يكون معروف بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، أن يكون حائزا لشهادة العالمية، له مؤلفات وبحوث دينية منشورة في تخصصه، أن يقدم بحثين متخصصين في تخصصه إلى غير ذلك. طيب السؤال، هل اللجنة دي، هو في كلام آخر تسرب أن اللجنة ستضم علماء ودعاة متميزين، دعاة ربانيين من خارج الأزهر الشريف، طب الشروط الموضوعة هتقول لا ما ينفعش ان انا اجيب عالم من خارج الازهر الشريف او اجيب داعيه من خارج الازهر الشريف رغم ان ممكن يكون عنده مؤلفات عديده وكثيره الى اخره ومشهود بالتقوى والورع. طيب السؤال، هل سيتم اختيار احد من خارج الازهر الشريف؟ القانون او التعديلات بتقول لا ما ينفعش، ولكن هناك ايضا تسريبات من داخل مشيخه ومن اللجنه اللي بتقوم على تعديلات قانون الازهر بيقولوا ان في امور ستتم وستعلن خلال الأيام القادمة، لأنه لم يستقر، لم يتم الاستقرار حتى هذه اللحظة على هذه التعديلات بصورة كبيرة. طيب، قتل مبارك وصلبه جائز، فتوى شديدة النهاردة من في جريدة الشروق على لسان الدكتور نصر فريد واصل. الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، قتل مبارك وصلبه جائز. دكتور واصل بيقول حد الحرابة ينطبق على قاتلي شهداء الثورة، والقتل العشوائي لا عفو فيه ولا دية. الحقيقة لما رجعنا للدكتور ناصر فريد واصل، أحب أقول بس أقول الكلام وأقول الكلام المنشور وربنا يسترنا يا رب إن شاء الله. حد الحرابة بينطبق على حالات قتل الثوار خلال ثورة 25 يناير، وهذا النوع من القتل ليس فيه عفو، لأن الغرض منه قتل الناس وإفساد المجتمع. الحديث لمفتي الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، وتابع بيقول العفو في مثل هذه الحالات ليس له قيمة، لأن القتل الخطأ أو العمد يقصد به شخص معين، لكن الحرابة يقصد بها المجتمع ككل وبشكل عشوائي. والدكتور واصل بيقول لجريدة الشروق إلى أهمية عدم الخلط بين القتل الخطأ والعمد والعشوائي، وقال إن النوع الأخير يطلق عليه في الشرع حد الحرابة ولا يجوز فيه العفو أو الدية، لأن الدية يؤخذ بها في حالتي القتل العمد أو الخطأ. واستشهد الدكتور واصل بالآية الكريمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الفتوى لما طلعت النهاردة وتم إصدارها اليوم في جريدة الشروق أحدثت دجل كبير، أحدثت محتاجة توضيح، فلابد أن احنا نستوضح من الأمر من فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق. دكتور نصر أهلا وسهلا. دكتور نصر أهلا بك، حياك الله، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك. شيخنا الحبيب أهلا بك. الفتوى طالع يعني موجودة في جريدة الشروق، قتل مبارك وصلبه جائز، تعليق حضرتك. هو سيادتك يعني للأسف طبعا وسائل الإعلام دايما تحاول أن تضخم في الأمر أكثر مما قيل يعني. تمام. لأن هو كان السؤال حول عفو أصحاب القصاص اللي هم كان لهم شهداء، فيما لو عفوا عن القاتلين وصدر حكم بالقصاص بالقيادة ثم حدث عفو أو أعطوا عفوا قبل الحكم. أي. فأنا قلت لهم علينا أن نفرق بين القتل العمد ضد شخص معين والقتل العمد اللي هو ضد الشعب كله. تمام.
وهناك فرق بين القتل الخطأ والقتل العمد وقتل الحرابة. بالنسبة للقتل الخطأ في الدية، ودي مسألة محسومة وبالاتفاق. نعم. أما بالنسبة للقتل العمد فإن كان يعني مع شخص معين، يعني القتل ضد نفس واحدة وشخص قاتل، فهنا يكون القصاص، وللولي الدم أن يعفو عن هذا القصاص في مقابل الدية أو العفو المطلق. وفي هذه الحالة يبقى الحكم على القاتل، يجوز العفو عنه ويجوز أن يأخذ حكم آخر بالنسبة للدولة لأنه اعتدى على الحياة العامة في هذا الإطار. نعم. أما بالنسبة بقى للقتل الذي نطلق عليه الحرابة زي قطع الطريق والقتل بشأنه في هذا الإطار، فالآية صريحة في قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم إلى آخر الآية. نعم. فهنا القضية إذا كان فيها يعني قتل يتعلق من أجل الوصول إلى المال، أو القتل للإفساد في الأرض أو قطع الطريق سواء كان في الطريق فعلا أو كان في المدن، وهذا يعني ما قال به كثير من الفقهاء. وهنا بقى نقول بالنسبة ليجوز العفو عنه إذا ثبت الحكم على القاتل أو المعتدي بعد صدور الحكم، فإنه لا يجوز العفو عنه بأي حال من الأحوال، لأن هذه حدود. نعم. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ونحن يعني لا يمكن للحاكم ولا لأي فرد أن يعفو، لأن الحد هنا هو حق حكم الله سبحانه وتعالى، وهو حق الله حق المجتمع ككل. ولذلك بنعتبر بقى أن القتل العشوائي الذي حدث في على سبيل المثال فيما في قتل الشهداء كان عشوائيا وكان قتلا عاما مثل المحاربين من الخارج. نعم. يعني هؤلاء يمثلون الذين يأتون لحربنا من الخارج، فمن أجل ذلك سموا محاربين. فلو افترضنا في هذه الحالة بقى أن الأحكام صدرت على من قاموا بالقتل وصدرت ضدهم أحكام قضائية بالفعل بعد الأدلة التي تثبت، وأدلة ليس فيها شبهة، لأن نحن نعلم أن الحدود تضرب بالشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إضراء الحدود بالشبهات. فإذا والقاعدة حتى في القانون الجنائي أن الشك يفسد مصلحة المتهم، فمع كل الضمانات ومع كل ما يتخذ من إجراءات في سبيل الوصول إلى الحق والعدل وإثبات الجريمة على الشخص القاتل أو المجرم، فمن هنا في هذه الحالة يكون العقوبة المتعلقة بالقتل العام أو قتل ضد المجتمع أو عشوائي، هذه نسميها محاربة، أو أن هذا حق للمجتمع ككله. فالعفو هنا عن أصحاب الشهداء الذين يتنازلون في مقابل الدية أو الحقوق أو التعويض. نعم. لا يعفي حق المجتمع في أن يأخذ الحكم الذي يصدر لابد من تنفيذه. تمام. لأنه لا يجوز العفو، لأننا لو افترضنا العفو هنا لابد أن يكون جميع أفراد المجتمع بلا استثناء يصدر عنهم العفو، فلا يجوز العفو عن البعض دون البعض. ولذلك كانت نسبة الحق إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي كناية عن حق المجتمع كله بلا استثناء. تمام. طب يعني بمناسبة يعني وجود حضرتك وننتهز الفرصة، محتاج تعليق حضرتك على التعديلات الجديدة لقانون الأزهر، تعليق حضرتك عليها. قانون ايه سيادتك؟ الأزهر يا دكتور، الأزهر. هو قانون طبعا الأزهر صدر بناء على قرار صدر من مجمع البحوث الإسلامية، عرض عليه القانون وتمت الموافقة عليه بالنسبة لمجمع البحوث الإسلامية، وينشأ بعد ذلك هيئة كبار العلماء بضوابط معينة، ثم تحديد يعني سن شيخ الأزهر ب80 عاما، ويأتي عن طريق الانتخاب من هيئة كبار العلماء. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأزهر. أيضا البترول لا زيادة في أسعار البنزين. قال وكيل أول وزارة البترول محمود نظيم أن الحكومة لم تتخذ قرارا
بزيادة أسعار البنزين حتى الآن، وإنه من غير المنتظر اتخاذ مثل هذا القرار قريبا. ننتقل إلى محور آخر مشاهدينا الكرام، وصحيفة أمريكية فوز الإسلاميين الساحق يضع إسرائيل أمام كابوس، وحزب النور سننزل يوم 25 يناير لنحافظ على مكتسبات الثورة. عندنا موضوع أيضا بمسألة حزب النور، وبالمناسبة احنا بنتكلم عن حزب النور بيقول هننزل يوم 25 يناير لنحافظ على مكتسبات الثورة، في مسألة ان هناك في نفي وتردد وكلام وتصريحات ما بين النفي وما بين الإثبات، ما بين ان ما حضرش ما بين انه حضر، ايه الحكاية؟ النور ينفي حضور شقيق عبد الغفور قداس عيد الميلاد. أكد حزب النور السلفي أن الحزب لم يقم بإرسال أي مندوب عنه لحضور قداس عيد الميلاد، مؤكدا أن الشخص الذي حضر القداس يدعى عاطف عبد الغفور ليس شقيق رئيس حزب النور الدكتور عماد عبد الغفور. ده كلام. الأمر الآخر بيتقال إن المعلومات أن النور يتراجع، النور يتراجع، شقيق عبد الغفور زار الكاتدرائية لتهنئة البابا. ففي أمر ما بين إن هو مش شقيقه، إن هو مش شقيقه عطف عبد الغفور ليس شقيق الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور، اللي بيأتي النفي مرة أخرى ويقولوا لا ده هو شقيقه، ولكن عاطف عبد الغفور، عاطف عبد الغفور إن هو الراجل ده أخو بالفعل شقيق الدكتور عماد عبد الغفور، ولكن ليس قياديا سلفيا وليس قياديا في حزب النور، فالأمر ده شخصي ولا يحسب على حزب النور. محتاجين نسمع التعليق، محتاجين نفهم الكلام ده، لأن معروف أن الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب له شقيقان هما الدكتور عادل عبد الغفور وعزت عبد الغفور، ولم يحضر أي منهما قداس عيد الميلاد. طيب عاطف عبد الغفور ده مين؟ شوية نقول ده هو أخو الدكتور عماد عبد الغفور، وشوية يقولوا لا ما ليس أخوه، لا ده ممكن يتقال لا ده هو ليه شقيقين ليه أخين ما فيش حد فيهم اسمه عاطف عادل وعزت. الأمر محتاجين توضيح، لأن الأمر ده عامل بلبلة كبيرة، لأن ممكن بنسمع تصريحات، ممكن يتقال من رئيس الحزب تصريح بيتقال الكلام، حينما يأتي عليه رد فعل عكسي أو رد فعل سلبي بيتقال أنا لم أقل هذا الكلام. محتاجين، لأن احنا من باب المصارحة محتاجين أن احنا نقول الكلام ده، أفضل لما يبقى يتقال مننا أفضل من هذا الكلام يتقال على قنوات أخرى بتستغل الكلام ده. فاحنا محتاجين توضيح، محتاجين نتواصل مع حد من حزب النور الآن من أجل أن يوضح لنا الحقيقة. طيب معانا الدكتور محمد نور المتحدث الإعلامي باسم حزب النور. دكتور محمد أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ حياكم الله اخي الكريم، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. ايه الموضوع يا دكتور محمد؟ عايزين نعرف. يعني انا شايف بس دكتور ملهم ان الامور بتاخذ اكبر من حجمها دائما، يعني الاعلام دائما يضخم في اشياء لا تستحق ان تضخم. انت عارف الموضوع منشور في كتير من الصحف يا دكتور محمد، أنا وكتير بيتكلم عليه. تركيز الاعلام على امور يجب ان نركز عليها، يجب ان نفرش المهام الاساسيه في تحديد مسار الوطن، والوطن بيمر بامور بمرحله تحدي حقيقي يجب ان لا نشغل بغيرها. يعني النهارده احنا الامر متعلق بمجلس شعب جديد مختار بشكل حقيقي، ما هي مسؤوليات المجلس القادم، كيف ستسلم السلطه، الامور دي كلها يجب ان تناقش، لكن الاعلام مصر ان يشغلنا باشياء لا تستحق ان تشغلنا. لكن ايضا اوضح الملتفات هذا الموقف. رقم واحد، الدكتور عاطف عبد الغفور هو الشقيق الاكبر للدكتور عماد عبد الغفور، وانا اعرفه معرفه شخصيه وهو شخصيه غايه في الاحترام. تمام. رجل نحسبه على خير، لكن هو لا ينتمي لحزب النور. تمام. ويعني لا نعلم ملابسات لماذا ذهب هذا رايه، ولا لا نستطيع ان نحجب عليه، هو فعل شيئا نراه مخالفا لنا، لكن لا نستطيع ان نلزم الناس بما نراه نحن مخالفة في أمر يعني متعلق، رفضنا أن احنا نشارك في الأعياد الدينية بشكل أساسي. أي. وحتى يعني تكلمنا مع كثير من الأقباط وتفهموا موقفنا أننا لا نهنئ بأمور تخالف عقيدتنا، وحتى الأقباط نفسهم تفهموا هذا الموقف بشكل قلقني جدا، ونحن على اتصال دائما معهم. يعني تمام. فلا الامور في اكبر من نصابيها ولا اكبر من حكمها. الدكتور عاطف عبد الغفور شقيق الدكتور عماد، وهو شقيقه الاكبر وشخصيه يعني في غايه الاحترام والتقدير، ولا منا يعني ان نقول يعني ان هو حضر بصوره شخصيه، بس
تجربة شخصية ولا يعبر بأي شكل من الأشكاء عن تمام. طب ليه التراجع ده يا دكتور محمد؟ ليه التراجع؟ طب أنا نقدر نقول بالبداية إن ده شقيق الدكتور عماد عبد الغفور والموضوع انتهى. من أول لحظة لما كتب هذا الخبر لو رجع الناس تعليقي قلت الكلام الذي أقوله الآن، فلا يوجد تراجع. هناك سوء لبس، هناك بعض الناس تتخوف أو تتحذر فتنفي أو تثبت، هذا أمر لا يحركنا ولا نغفل منه. الرجل لا يمثل حزب النور، ولكنه كمن له كل تقدير واحترامه هو الأخ الأكبر الدكتور عماد. ونقول أيضا يا إخواننا يا كرام، مواقف الحزب الرسمية لا يعبر عنها إلا بياناته الرسمية ومواقفه الرسمية والمتحدث الرسمي باسمه في لحظة رسمية. أنا حتى أزيدك يا دكتور ملهم، أنا لما أخرج في برامج تلفزيونية أو توك شو أنا أقول في هذه اللحظة أنا لا أعبر بشكل كامل عن موقف الحزب. لما أكون أجلس ساعة ناقش وأتكلم في موضوع، في أحيان كثيرة أعبر عن رأيي الشخصي وليس رأي الحزب، لأن رأي الحزب لا يتركم ولا يفرق ولا يعرف إلا ببيان رسمي من الحزب. والبيان الرسمي من الحزب والتصريح الرسمي قال أننا لا نهنئ الأخبار شركاء الوطن في الأعياد الدينية لما لا ملابسة في خلاف عقائد عنه. والأقباط نفسهم تحدثنا معهم وتفهموا وجهة نظرنا بشكل كامل، فالأمر لا يحتاج المزيد عن ذلك. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد نور المتحدث الإعلامي باسم حزب النور على هذا التوضيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا. ائتلافات شبابية بتعلن تأسيس مجلس الثورة وتختلف على تولي المراكز القيادية. المجلس يومه للعسكري 72 ساعة لإصدار بيان عن تسليم مبكر للسلطة ويهدد بالتصعيد. تهديدات بثورة ثانية في 25 يناير واتهامات باستخدام قنابل مسرطنة. الشيخ وجدي غنيم بيهاجم الإخوان ويرفض مبادرة الخروج الآمن للعسكري. 250 ألف مواطن يطالبون العسكري بتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني. المجلس يتشكل من البرادعي والزيني وعيسى وابو الفتوح وصباحي مع منحه جميع الصلاحيات. أيضا مشاهدينا الكرام، داود محمد عبد العليم داود عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد بيطالب العسكر والإسلاميين برفض المعونة الأمريكية. والإخوان لا ضمانات لأمريكا بشأن كامب ديفيد ولا نصطدم مع السلفيين. الكتاتني يؤكد إخضاع الاتفاقية للمراجعة في حال عدم توافقها مع مصالح الدولة. وعمر حمزاوي الخروج الآمن للمجلس العسكري مرفوض. أيضا نبيل العربي مرشح رئاسي على مائدة شورى الإخوان. اجتماع المجلس يناقش تشكيل الحكومة الجديدة وانتخابات لجان الشعب ومرشح الرئاسة. منصور حسن وعمر موسى بدائل العربي في حال رفض الترشح واستبعاد شرف بعد حركه. الإخوان بتتحفظ على قانون تطوير الأزهر. وأيضا مشاهدينا الكرام في النهاية، أبو الفتوح الشعب اختار الإسلاميين ليخدموه وليس ليعلموه الدين. والدكتور محمد عبد المقصود التيار السلفي سيكون سببا في نهضة مصر. التيار السلفي سيكون سببا في نهضة مصر، ده تصريح للدكتور محمد عبد المقصود الداعية الإسلام المعروف. مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر من الأخبار ومن التقارير اللي احنا بنقراها، مع ان في كلام كتير ولكن حتى لا يمر بنا الوقت سريعا، لأن الموضوع اللي هنتناقش فيه بعد الفاصل مشاهدينا الكرام موضوع مهم جدا، موضوع هنفتح فيه تلفوناتنا لحضراتكم من أجل أن احنا نسمع حضراتكم، من أجل أن احنا نعرف إيه الأسباب اللي أدت أن احنا بقى أي مشكلة الآن، أي مشكلة تحدث الآن بيتم قطع الطريق، بيتم تعطيل العمل، بيتم تعطيل مصالح أناس كثيرين. هنعرف إيه الأسباب، وبالتأكيد حينما نذكر الأسباب لابد من تقديم الحلول، وحينما نتكلم في مشكلة اجتماعية لابد أن يكون معنا دائما العالم الاجتماعي المعروف الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر. مشاهدينا الكرام فاصل، وبعد الفاصل نعود. سنعود إن شاء الله. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة لا الإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات، تقرأ فيها شبح التمويل الخارجي
يطارد الطابور الخامس. إسرائيل تعلن زيادة ميزانية وزارة الدفاع، فهل تستعد إسرائيل لشن حرب على مصر؟ الخدعة الكبرى. أجريوم يتحول إلى موبوكو للضحك على الضميطة، وحكومة ليمان طرة تنفذ الخطة بإحكام، وأجريوم جديدة في الإسكندرية. مصنع للأسمنت يصيب الأهالي بالربو والحساسية والكبد والسرطان، ويحصل على المادة الخام بسبعين مليما للطن. الشيخ محمد حسان يكتب: الحاكم الذي أختار. عفوا يا فضيلة المفتي، خلط الدين بالسياسة ليس عيبا. الشيخ خالد الجندي: القمي فقد عقله، يطالب بكعبة بديلة في سيناء. محمد وعيسى عليهما السلام في أجمل صورة. وفي صفحة اشتباك: مشاركة المرأة بالمجالس النيابية بين الحلال والحرام. اقتراح جريدة الرحمة لرئيس الوزراء لدعم الميزانية وتقليل عجز الموازنة. ومفاجأة جريدة الرحمة لقرائها الأعزاء: تفسير القرآن للشيخ محمد حسان. محمد حسان حاليا بالأسواق. جريدة الرحمة. للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0251-11-3422-818 باسم جريدة الرحمة فرع السادس من أكتوبر الرئيسي، وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4 رمز بريدي 12573 السادس من أكتوبر. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة. عدنا بفضل الله. افتح ملف الحياة وابحث قضايا الناس، أهم شيء في الحياة تسعد قلوب الناس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرحب بالعالم الجليل، العالم الاجتماعي المعروف، الأستاذ الدكتور نبيل الصولوتي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر. أهلا معالي دكتور، حياكم الله، سعداء بحضرتك. الله يكرمك ويبارك فيك. هدخل مع حضرتك مباشرة لأن الموضوع مهم، ومحتاجين أن احنا نسمع حضرتك بخبرة حضرتك وبعلم حضرتك في مسألة الاجتماع. أن احنا في عندنا مشاكل الآن، أي مشكلة بتحدث الآن بيتم قطع الطريق، بيتم قطع طريق السكك الحديد، بيتم قطع الطريق على الزراعي في الساحلي في الصحراوي أيا كان، بسبب حادثة تمت، أسأل الله تبارك وتعالى الرحمة للجميع يا رب، اللهم أمين. بسبب أنبوبة البوتاجاز، بسبب تعيين شخص لا يرغب فيه، بسبب إعادة أحد المرشحين مثل ما يحدث مع عبد الرحيم الغول الآن، يعني أشياء عديدة. فالحل مباشرة يكون هو قطع الطريق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن قطع الطريق جريمة، جريمة بكل يعني أركان الجريمة، وهي جريمة من المنظور الشرعي، وهي جريمة من المنظور العقلي، وهي جريمة من المنظور الاجتماعي، وهي جريمة من المنظور القانوني. طبعا قطع الطريق ده هي ما نسميه في جرائم الحدود. نعم. احنا عندنا في العقوبات التشريع الجنائي في الإسلام ثلاث أنواع من العقوبات. نعم. الحدود والقصاص والدية ثم التعزير. الحدود دي أبشع الجرائم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى احتفظ بالحق فيها لنفسه، ولا يجوز فيها العفو، كما قال فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل:
لا يجوز فيها العفو على الإطلاق. جرائم قطع الطريق جريمة من جرائم الحدود لأنها هي الحرابة، هي بتصنف في الإسلام بأنها جريمة حرابة، وبالتالي فالذين يلجؤون إلى هذا العمل لا يلجؤون إلى الطريق الصحيح في المطالبة أو في التعبير عن المشكلات أو في التعبير عن التحديات التي تواجههم أو في محاولة أخذ حقوق. هذه ليست الطريقة، هذه طريقة إجرامية في محاولة الحصول على حقوقهم. المشكلة اللي حصلت إن اللي عندنا في مجتمعنا المصري إن للأسف الشديد إن الذين يقطعون الطريق يستجاب لبعض مطالبهم. طبعا هذا يعني ضد هيبة الدولة وضد سلطة الدولة وضد عزة الدولة وكبرياء الدولة. لا، يعني الدولة يعني الذين ذوي الأصوات العالية والذين يقطعون الطريق يستجاب لهم. لا، أنا أرى أن الدولة لابد أن تستعيد هيبتها وتستعيد مكانتها وتستعيد سطوتها في حكم المجتمع بشكل ديمقراطي وبشكل شوراوي وبشكل في عدالة اجتماعية، لكن لا تستجيب لمثل هذه العمليات الإجرامية. لو انتقلنا لمحاولة تفسير هي الناس بتعمل كده ليه؟ أي. أنا أقول أن هناك عدة أمور. الأمر الأول الحقيقة أن إحنا عشنا في ظروف قهر. نعم. وضغط، عارف حركة حالة الضغط اللي بتنضغط، إذا فتحت الغطاء مباشرة يحصل انفجار. أي. إحنا الحقيقة عشنا في ضغط على مدى 60 سنة 30 سنة وقبلهم 30 سنة تانيين. أي. فالناس لم تتعود إطلاقا على التعبير الحر عن الرأي ولا عن أساليب التعبير السوية الصحيحة الصحية عن الرأي، ومن هنا يعني بدأت أنها تحاول أن تعبر بهذا الأسلوب الهامجي الشيطاني الذي يؤدي إلى مشاكل أكثر مما يحل مشاكل. أمر تاني، إحنا لم نتعود ثقافة الحوار. ما تربيناش على ثقافة الحوار، لا في البيت ولا في المدارس ولا في المصالح للعمل، يعني تنظيمات العمل، ولا في الإعلام. إحنا لم نتعود على ثقافة الحوار. إحنا في البيت برضو مسألة القهر للأباء للأبناء، في المدارس واضح تماما إن ما كانش في مدارس، وأنا اسمح لي أقول إن المدارس استقالت من وظائفها التربوية واستقالت من وظائفها التعليمية، إلى في تربية ولا في تعليم. نعم. 16 مليار بيصرف على دروس خصوصية، وطبعا ما فيش بناء شخصية وبناء قيم وبناء أخلاق، فما تربيناش على حوار. فالناس لما تحاول أن تعبر عن مطالبها تعمل إيه؟ ما طبعا الطريق الصحيح هو التفاوض والحوار وعرض الرأي من خلال القنوات المشروعة التي يمكن من خلالها حل المشكلة. دول ما تعودناش على كده، ما تربيناش على كده. أو مش عاوز طبعا أعمم أن كل الناس، إنما نقول قطاع كبير. نعم. من وخاصة قطاع الشباب الناشئ ما تعودناش، ما ترباش على هذا. الأمر الثاني، قضية عدم وجود قنوات مشروعة للتعبير. الناس عايزة تحل أزمة البوتاجاز، تعمل إيه؟ يعني تروح لمين عشان تحل؟ يعني قنوات المشروع إيه؟ القنوات المشروعة ملهم بيه أن في عادة في المجتمعات الراقية هي الأحزاب السياسية المحترمة التي يمكن الإعلام المحترم الذي يمكن أن يرفع الرأي، الوزارات والإدارات التي تحترم الناس وتحترم الشكاوى والتظلمات التي تأتي إليها وتحسن مقابلتهم وتحل المشاكل بسرعة بالسرعة الواجبة. إحنا ما عندناش كلام زي ده، لا عندنا مجتمع مدني بشكل جيد يقدر يتدخل في حل المشاكل، منظمات غير حكومية برضو موجودة عندنا لكنها ما مش فعالة، يعني ما بتفعلش. الأحزاب عندنا وهي طبعا مفروض أنها من ضمن منظمات المجتمع المدني. أيوة. الأحزاب السياسية كهيئات طوعية أيضا ما فيش أحزاب إلى الآن، يعني ما نزلتش الشارع علشان يعني تحس مشاكل الناس وتتفاعل معهم. فدي أيضا يعني من ضمن المشكلات الكبرى، الناس تروح لمين؟ أمر آخر الحقيقة، الإهمال التاريخي لحقوق الناس. تمام. إحنا في مصر هنا الحقيقة يعني على مدى 30 سنة أو 60 سنة الماضية الإنسان لا قيمة له على الإطلاق. يعني إنسان يقتل، إنسان يحرق، إنسان يجوع، يموت جوعا، يموت عطشا، ليس له بيت، ليس له دار، ليس له دورة مية في البيت، ما عندوش حمامات. إحنا عندنا 23 مليون في عشوائيات. ليس لهم لا بيوت ولا دور ولا دورات مياه ولا حياة كريمة. احنا في الإسلام بنتكلم عن كلام سامي جدا
وهذا كلام راقي جدا اقتصاديا، بنقول حد الكفاية، الكفاية أن يكون لكل إنسان عمل وأن يكون لكل إنسان أجر، أجر أما يكونش فيه بطالة بمحاربة الفقر. الفقر جريمة ومشكلة كبرى في المجتمعات، والرسول كان عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الفقر ويقرنه بالكفر. ما في لابد لكل واحد أن يكون له زوجة، أن يتزوج، المجتمع يساعده على الزواج وأن يكون أسرة وأن يكون له بيت. قضية مهمة جدا. المطالب دي أهملت على مدى طويل جدا. فالإهمال التاريخي لهذه المطالب، حقوق الناس وحريات الناس، ساهم في أن الناس تبتعمل إيه. هم تصوروا أن الحل، طبعا هم اجتهدوا، بس هذا الاجتهاد اجتهاد إجرامي، اجتهدوا في أنهم يخرجوا ويقطعوا طريق. طبعا دي مصيبة أكبر، لأنهم بيعطلوا المصالح وبيعطلوا الإنتاج وبيعطلوا وبيرجعوا مصر يعني سنوات طويلة إلى الوراء، وبيستنزفوا الميزانية العامة في الدولة، وبيستنزفوا الاحتياطي الاستراتيجي في الدولة، وبيستنزفوا، وفي ناس مرضى تريد أن تصل إلى مصالحها. تمام. يعني ولكن قد تكون لهم دكتور نبيل بعض المطالب المشروعة، بعض المطالب الهادفة. طبعا. ولكن حضرتك بتقول التعبير لابد أن يكون هناك يعني ثقافة التعبير عن الرأي، آلية جيدة لتوصيل المطلب الشرعي. ما هي مطالب مشروعة. هو الناس لما بتطالب بأنابيب بوتاجاز، ما ده ضرورة، أو ما تأكل إزاي، تشرب إزاي، ما دي قضية حيوية أصلها، قضية حيوية للأمة. الناس برضو لما تطالب مثلا بمستشفيات، لما تطالب ب يعني الثأر من الذين قتلوا الثوار، ما هو طبعا دي كلها مطالب مشروعة، ما فيش جدال. إنما آلية التعبير، أسلوب التعبير، مش ده أسلوب التعبير إجرامي. القضايا التي يعني منع الأنابيب عن الناس إجرام، لأن هذه مشكلة كبيرة، مسألة حياتية. منع القصاص العادل للشهداء والثورة إجرام، لكن كمان قطع الطريق إجرام. فإحنا لا نقابل الجريمة، نقابل الجريمة بجريمة مثلها. يجب أن احنا نتعلم أسلوب التفاوض وأسلوب الحوار. وأنا الحقيقة يعني كنت اقترحت في هذا المنتدى الجميل، نعم، الذي يعني تديرونه أنتم وأساتذتنا العظام في هذه القناة العظيمة، كنا اقترحنا أن يبقى في نوع من هايد بارك في مصر. أي. وهايد بارك دي ما تبقاش في التحرير، التحرير ده في وسط المجتمع، في وسط القاهرة. لا، ما نعمل هايد بارك مثلا في التجمع الخامس في منطقة، بحيث ان الناس اللي ليها مطالب، اللي ليها مطالب تروح، بس بشرط ان هذه المطالب تحترم، وان تكون في كل الاجهزه الدوله موجوده هناك، وان تستمع، وان نربي في الناس ثقافه التفاوض. شايف ده ممكن ينفع؟ ينفع. ممكن يتم. ما هو احنا عاوزين تربيه بقى. عاوزين تربيه. يعني انا دلوقتي يعني مجموعه من الناس عاوزين انابيب بوتاجاز، طب تعمل ايه؟ تطلع تعتصم بره وتقطع الطريق وتعمل بلاوي اكثر، يعني دي طبعا ده يعني تؤدي الى مساوئ اكثر من انقطاع الانابيب نفسها. لا، انا عاوزهم مساله ان انا مساله العمل الجماعي، ان انا انتخب مجموعه مننا، طيب نروح يقابله ناس في الهايد بارك في منطقه مثلا التجمع، نعمل اضراب هناك، نعمل اضراب ونعمل اضراب ونقول بوفط كده حضاريه ان احنا بنضرب عشان كذا. يكون في ممثلين عن اجهزه رسميه في الدوله يجوا يقعدوا معانا ويقولوا لنا ايه مشكلاتكم، نقول لهم يبقى في يعني هذا الوفد يتفاوض. وطيب هذه المشكله هنحلها ان شاء الله بكره، او هنحلها بعد بكره، او هنحلها بعد اسبوع، او هنحلها بعد شهر، او تعالوا لنا بعد، وييجوا فعلا ويكون في توقيت زمني وجدول زمني للحل. لو المساله دي مشيت الناس هتطمئن، الناس هتطمئن، وبالتالي تستطيع الذي له مطلب لما ما يطلعش للشارع. انما ده المشكله دلوقتي، ان اصبحت المساله الخروج للشارع دي بقت آفة كبرى في مصر، وبقت مصيبه كبيره جدا. لان النهارده شوف بيقطعوا السكك الحديديه ويقطعوا الطرق العامه، عيلتين يتخانقوا مع بعض يقطعوا، حادث على الطريق يحصل يجي قاطعين الطريق. لا، هذا ليس اسلوب. انما طبعا يعني هم مطالب مشروعه، نعم مطالب مشروعه، لكن زي ما اتفقنا ان هذا المطالب المشروعه هي نتيجه لقصور من أجهزة الدولة في تلبية حاجات الجهة. تمام. ما نقابلوش بقصور أكبر وبجرائم أكثر تؤدي إلى مزيد من المشكلات، تعطيل الإنتاج، تعطيل الاستثمارات، اختلال الأمن في المجتمع، السياحة يعني تحجم عن المجيء وهكذا. نعم، حضرتك قلت كلام مهم جدا في مسألة الناس بتعمل كده ليه. لابد أن احنا يكون عندنا ثقافة التعبير عن الرأي، قلنا ثقافة الحوار، قلنا عدم قنوات مشروعة، والإهمال التاريخي لحقوق
الناس محتاجة أتكلم مع حضرتك شوية في مسألة ثقافة الحوار، إزاي أخد حقي بالحوار بعيدا عن تعطيل عجلة الإنتاج بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. أهلا بيك. والله أنا بس كنت بعرض أسباب اللي أنا شايفها، أسباب الوضع اللي حضرتك بتقول عليه. أيوه. إنه يرجع لسببين اتنين. اتفضل. أول سبب اللي هو الانفلات الأمني الموجود في داخل الدولة، اللي بدي فرصة لأي واحد عاوز يعمل اعتصام يقطع طريق، لأن طبعا حضرتك عارف إن الأمن غير متواكد تماما أو بنسبة كبيرة يعني. أيوه. النقطة الثانية هي عدم وجود عدالة اجتماعية في البلد أو إحساس المواطن بهذا، وده أمر حقيقي، والدل على كده إن معظم مطالب الثورة اللي هي اتحققت سواء محاكمة الرئيس أو ما إلى ذلك كلها جت بضغوط شعبية، يعني ما حسناش بالقائم على أمور البلد إنه بيبادر ويكون وعنده حرص على إتمام هذا أو تحقيق أمل الشعب أو العدالة الاجتماعية إلا بضغط، فهو كأنه إدى الطريق للناس إن هو ده الطريق الضغط الشعبي. ولا شيء ما ننكرش ان الضغط الشعب ده في اسباب عقلانيه ومنطقيه ومن حق كل مواطن، يعني حاجات ما فيش اثنين يختلفوا عليها. يجب على القائم باداره البلاد ان يكون عنده بادره دائما، ويكون نحس منه انه حريص على البلد، مش ما بيجيش بالضغط، يكون حريص على دم الشهداء، حريص على تطبيق القانون سواء على الرئيس او غير الرئيس. احنا بنطلب عداله اجتماعيه، وان نحس من القائم على البلاد ان يكون عنده الحرص والبادره على هذا الامر. تمام. لا شك انفلات الامن برضه بيشجع على النقطه ديت، ان اللي عاوز يعتصم ما بيلاش اللي بيحوشه الكلام من ده. والانفلات الامن طبعا ده موضوع كبير جدا، يعني انا مش عاوز اقول لحضرتك ان هو شيء متعمد او واضح جدا انه متاخذ كسكين على رقبه يعني مش عاوز اقول لحضرتك اما او، يعني الامن دلوقتي بيقول لك اما او. أيوة. يعني اما او 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 تعقد صفقات تعمل اللي احنا عاوزينه، او من ضمنها الانتخابات المجلس الشعب الحالية حاليا، يا اما او صفقات او ما معلش انت دلوقتي عملت مجلس الشعب وانتخبت وانتخابات صحيحه 100%. طيب مين هيكررك هذه النتيجه؟ فين الامن اللي يوثق هذه النتيجه على ارض الواقع؟ ايوه معلش، يعني اذا راحت ضربت الخيام قدام مجلس الشعب وكتب عليه مغلق من 1000 مواطن بس، مش هقول لك مليون ولا ربع مليون، مين اللي هيحوش داخل المواطنين دولت وينهي الاعتصام ده؟ معلش يعني زي ما منعوا رئيس الوزراء انه يدخل مكتبه، من السهل جدا ان نمنعه فتح مجلس الشعب. اذا الامن انفلات الامن ده شيء متعمد. انت خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ نعم؟ انت حضرتك خايف من ايه؟ خايف من ايه ازاي؟ لا يعني كلامك بتقول ان هم زي ما منعوا رئيس مجلس الوزراء سهل جدا ان هم يرفضوا الاعتراف بنتيجه مجلس الشعب. سهل جدا، يعني معلش يعني اذا طلع 10,000 مواطن وافقوا قدام بوابه مجلس الشعب وقفلوه وعملوا خيام، مين هيجبرهم انهم يدخلوا الى بيوتهم ويرجعوا؟ مين اللي هينفذ القانون؟ القانون الوقتي ان مجلس الشعب انتهى والانتخابات وضعت بنسبه كذا كذا كذا، مين اللي هيكررك هذه النتيجه؟ مش الامن. ايوه. طيب اذا الامن منفلت مش موجود، الامن لن يكررك هذه النتيجه الا في حاله. تمام. جميل جميل. الحصانات من ضمن ضباط الشرطه نفسهم. حصانه. طيب تمام، رسالتك وصلت، ربنا يكرمك. هو كلامه كلام مهم جدا في مسألة ثقافة الحوار. أنا يعني هاخد من كلامه مسألة الذعر اللي موجود بين الناس، الخوف اللي موجود عند الناس في مسألة إن الناس مش مطمنة. صحيح. الناس قلقانة. صحيح. هو حضرتك هو اتكلم عن نقطتين الحقيقة، يعني احنا لخصناهم، بيتكلم عن اختلال الأمن وعن غياب العدالة. والحقيقة اختلال الأمن وغياب العدالة احنا لخصناها في هيبة الدولة، ان الدولة تقوم بوظائفها. ومن بين الوظائف الرئيسية للدولة اعطاء كل ذي حق حقه، ونشر العدل بين الناس، والقضاء على البطالة، القضاء على الفقر المدقع الذي نعيش فيه. على فكرة الفقر للأسف الشديد، الفقر في مصر كان بيقدر ب 45%، يعني النص، 50% تقريبا، يعني نص الناس تحت دولارين في اليوم. النهاردة بقى 70%، التقديرات العالمية النهاردة بتقول 70%، وطبعا ده شيء منطقي، ده شيء منطقي، يعني احنا ما يعني نتيجه الاضطرابات اللي بتعقب الثورات، واحنا الحمد لله الثوره عندنا يعني الاضطرابات باذن الله تعالى مش هتطول يا رب، مثل يا ما رب طالت يا في رب فرنسا يا رب. فرنسا طالت 17 سنه في الاتحاد السوفيتي، طالت حوالي فرنسا طالت 17 سنه، 17 سنه في فرنسا
بعد الثورة الفرنسية اضطرابات وانعدام أمنه ومقاصد الجماعية. وطبعا احنا الحمد لله ربنا يحمينا لان قيامنا بتحمينا وديننا بيحمينا وتراثنا الثقافي يا رب وادبياتنا الثقافيه بتحمينا يا رب. فطبعا احنا النهارده احنا محتاجين الى ان الدوله تستعيد هيبتها. وما فيش دوله الا بشرطه، وما فيش دوله والشرطه يجب ان تكون في خدمه حاجتين، في خدمه الشعب وفي خدمه القانون. ايوه، ولابد من سياده القانون، يعني لابد من تطبيق سياده القانون. دي عايزه اجهزه، عايزه اجهزه، يعني عايزه لابد من. وطبعا حضرتك الاجهزه هنا اذا ما كانش في عداله هيبقى هذه الاجهزه وظيفتها القمع. القمع. فهنا بقى لما تكون في عداله يبقى لما تكون هيبه الدوله برضا الناس. ايوه، وده اللي اسسه الاسلام. ايوه، وده اللي اسسه الاسلام، السلطه للشعب، السلطه للشعب من خلال معايير معينه لابد ان تراعى، اللي هي المعايير ما جاء بالكتاب والسنه حول العداله الاجتماعيه وحول حريات الناس وحول حقوق الانسان وحول حد الكفايه لكل واحد وحول عمل شريف لكل واحد وحول دخل شريف لكل واحد وحول زوجه لكل انسان وحول بناء حق الانسان في بناء اسره. هنا لما يكون لما بيكونش في عداله ونقول هيبه الدوله يبقى السلطه القمعيه، يبقى السلطه القمعيه على طول تقمع. السلطه القمعيه دي فضلت على رقابنا لمده 30 سنه، يعني 30 سنه غابت العداله تماما. ايوه، غاب الحق تماما، تزوير كامل، تزييف كامل لاراده الامه، محاوله للتوريث، محاوله لجعل الشعب المصري مطيه يتركب وتورث للابناء من بعد وللزوجه. فطبعا القضيه دي خلقت نوع من انواع الغليان الداخلي. فبمجرد ما انكشف الغطاء الناس انفجرت، لانها اولا كانت مقهوره، مقهوره يعني هيبه الدوله. كان فيها هيبه الدوله، يعني على مدى 30 اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان فيها هيبه الدوله. هيبه الدوله، بس هيبه الدوله من غير عداله تبقى فارغه المضمون. اذا لابد من وجود هيبه الدوله وفرض هيبة الدولة على الجميع من أجل أن تستقر الأمور. معنا اتصال أم خالد، أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ ملهم؟ أهلا أم خالد، الله يكرمك، أهلا بيكي. تحياتي للدكتور نبيل. حياكم الله. دكتور نبيل منور ما شاء الله. أهلا وسهلا. أنا يمكن الموضوع بتاعي غير الحلقة، أنا تعبانة من أول امبارح بسبب نورة نجم دي. تعبانة خالص من كلام على الشيخ محمد حسان. أيوة. عالم الأمة. الاتصال انقطع، يعني نورة نجم مش مستحق، لا تستحق من ان احنا نتكلم عليها لان هي معروفة، ويعني ان شاء الله نتكلم عنها في الجريدة ان شاء الله. معنا الأستاذ محمود. ألو. أهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم، معك محمود صالح من الأردن. أهلا وسهلا، أهلا بيك. أنا متفق مع كلام الأستاذ اللي كان قبل المدام اللي اتكلمت دلوقتي. تمام. وكمان أنا بضيف على كلام حضرته إنه فيه يعني كل الناس، محدش بيطرح برنامج محدد. مفيش إلا الإخوان المسلمين طرحين برنامجهم، وبرنامجهم معروف. وبعدين بيطلعوا كل الناس مثلا يهاجموا في برنامج الحرية والعدالة وبرنامج النور. النور هيعمل لا السياحة، لا هيعملوا ايه في كذا، هيعملوا في كذا. محدش فيهم عايز يطلع يقول لنا مثلا انا هعمل كذا. أي. مثلا تكون رؤيته واضحة، ماشي، دي حاجة. ثانيا يعني بيستفزونا احنا في غربة، الناس بتفضل تتكلم علينا، شايف الكلام ايه، الصغير بيهاجموا بعض. انا ما شفتش اي حد من حزب الحرية والعدالة او حزب النور طلع هاجم حد او اتكلم باي طريقة عن اي حد تاني. يعني مثلا قال الحزب الفلاني هيعمل ايه، مش هيعمل ايه، ما بيتكلمش. الناس بتتكلم عن نفسها بس، الناس بتتكلم بتقول احنا هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا، هنعمل عندنا نظام اقتصادي كذا، عندنا رؤية في كذا. ما يعني ما جابوش سيرة حد، يعني ما بيتكلموش حد. يا ريت كل الناس يعني انا معلش انا بتكلم من حرقتي شوية، يعني يا ريت كل الناس انها تاخدهم قدوة في الموضوع ده. يعني تتكلم تقول انا برنامجي كذا، انا عايز اعمل كذا، انا رؤيتي كذا. خلاص خلاص، احنا كشعب اخترنا اللي احنا عايزينه. تمام. اخترنا احنا عايزين ايه، اخترنا طريقنا. نجربهم، استنى نجرب، استنى نجرب اخواننا المسلمين بس نجرب يعملوا ايه. جميل. وبعد كده ما عجبناش النظام خلاص نغير يا عم. جميل، رائع رائع استاذ محمود. يا ريت بس حضرتك يعني مثلا بالنسبه الناس بتتكلم كتير، معلش تديني فرصه بس دقيقه واحده. الناس بتتكلم كتير عن محدود الدخل وعن الحد الادنى للاجور والحد، والناس نسيت خالص ان في ناس برضو معدومه الدخل. يعني معدومه الدخل ما فيش حد يعني بيتكلم عن. فرد حضرتك في برنامجك الطيب ده تطرح الرؤيه دي، مثلا ناس مغتربه وناس تعبانه بره وناس يعني لو رجعت بلدها مثلا هتكون نظامهم ايه.
ماشي احنا بنستحمل واحنا مستحملين برضو الغربه عشان بلدنا، وبلدنا محتاجه لنا في الوقت ده، بس يعني لما نرجع يعني محتاجين نظره بس برضو شويه في الموضوع. حاضر ده. حاضر، ربنا يكرمك يا استاذ محمود. شكرا. معانا الاستاذ احمد من سوهاج، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للاستاذ نبيل، حياكم الله، ربنا يكرمك. لو سمحت عاوز يعني حكم من الاستاذ نبيل بخصوص الناس اللي بتتاجر، بقوت الناس بخصوص أزمة أنابيب البوتاجاز اللي هي مسببة مشاكل الناس وعاملة قطوع على السكة الحديد، يعني كل الاعتصامات دلوقتي على السكة الحديد بسبب أنابيب البوتاجاز. أي. وكل يوم والتاني يا أستاذ ملهم ناس بتجيب أنابيب وتوع المستودعات بيبيعوا نصها في السوق السوداء والنص التاني بيبيعوه بسعر رمزي للناس، وراحت لهم الأعضاء مجلس الشعب تتفاوض معاهم بتوع حزب النور وحزب الحريه والعداله بيقول لهم بكل بجاحه، الواحد بيتكلم صاحب المستودع يقول لك لا خد نص العربيه والنص الثاني هتصرف فيه، بيبيعوا الانبوبه يا استاذ ملهم ب 35 جنيه وب 40 جنيه في سوهاج. أيوة. ومحدش ما فيش رقيب عليهم، وسعادتك ما فيش حد قادر يتكلم معاهم. نعم نعم، يعني الناس ده حكم هي يعني حاضر. يعني هل الاموال اللي بتجمعها دي يعني يعني تتاكل لها في الشعب يعني. تابعنا، اسمع الاستاذ احمد، اسمع الدكتور نبيل، اسمع كلام الدكتور نبيل. استاذ احمد كلام مهم جميل ايضا ومساله صعبه. طبعا الاتجار في قوت الشعب ده من 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 من, من الجرائم الكبرى في الفكر الاسلامي وفي حتى غير الفكر الاسلامي في في في, في القانون. أيوة. القانون الاتجار في قوت الشعب ده يعني مساله الحقيقه يعني لابد لها من عقاب، يعني هي طبعا مش من جرائم الحدود ولا من جرائم القصاص والدية، ولكنها من جرائم التعزير، وجرائم التعزير يمكن أن يصل فيها العقوبات إلى حد القتل. إلى حد القتل، يعني الفقهاء كثير من الفقهاء قالوا أن ممكن جرائم، فدي جريمة زي الرشوة. الرشوة مش جريمة حدود ولا جريمة قصاص ودية. الاختلاس ليس جريمة حدود ولا قصاص ودية وجريمة تعزير، لكن يمكن أن يصل في التعزير. اللواط، اللواط من جرائم التعزير ممكن أن يصل فيها إلى الرمي من أعلى جبل إلى القتل. فالحقيقة أنا شايف أن الدولة، ما هي دي برضو ترجعنا للنقطة الأولانية إلى هيبة الدولة وسيادة القانون وقدرة المجتمع، السلطة في المجتمع على وضع الأمور في نصابها. لو جابت مجموعة من التجار دول وحكمتهم محاكمة، وأنا مش عاوز أقول بقى محاكمة يعني بالقضاء العادي، أنا عاوز في الحاجات اللي زي دي بالذات محاكم ثورية. محاكم ثورية وعادلة، محاكم ثورية تكون فيها عدالة وتثبت عليهم التهمة ويعاقبوا عقوبات شديدة شديدة. مش عاوزين نقول إعدام، إنما لابد أن تكون عقوبات شديدة جدا، يعني سجن مؤبد، تكون عبرة للجميع. يعني الردع، وظيفة العقوبة إيه؟ الردع العام والردع الخاص. فلابد أن يكون يعني عقوبة. لكن الكلام النهاردة إن في تجار بيتاجروا في أقوات الشعب ومحدش ماسكهم ولا حد بيعمل لهم حاجة، دي هتشجع الآخرين إنهم يعملوا زيهم. وطبعا الناس النهاردة حاجة من الاثنين، إما في وازع داخلي وإما ما فيش. الناس اللي بيعملوا الكلام ده، وكثير من الناس ما عندهمش وازع داخلي، ولذلك اللي ما بيرتدعش بالوازع الداخلي لابد أن يرتدع إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلابد من وجود القانون وتطبيق القانون تطبيقا حاسما. الكلام اللي قاله أخونا اللي قبل كده من حس يعني أنا التيار الإسلامي، انا الحقيقه استاذ ملهم بأضع يعني مسؤوليه كبيره جدا وتشكيك في نوايا كثير جدا من قنوات الفضائيه في مصر. اي القنوات الفضائيه في مصر بتحاول باستمرار ان تركز مع الاسلاميين بالذات، يجي واحد اسلامي فلان او فلان او فلان او فلان، تبتدي تحصره في خمس اسئله. نعم نعم. ما رايك في المراه، قضيه المراه، نمره 2 ما رايك في الخمور، نمرة 3 ما رأيك في الأقباط، في نمرة 4 إيه رأيك في السياحة، 5 مسألة البكيني والرأي والعري. القضية أخطر من هذا بكثير. صحيح. القضية دي محسومة في الإسلام، ما محسومة يعني مسألة نقاب ولا حجاب، لا حجاب، ومسألة خمور ما حرمة تحريما كاملا على المسلمين لكن مش محرمة لغير المسلمين. نعم. وإذا كسرت إزاز خمرة لغير المسلمين أنت تدفع ثمنها، يعني ليه إحنا بنحترم يعني ديانات الأخرى والشعائر في الديانات الاخرى وطعامهم زي ما هم عاوزين. احنا ما حدش الاسلام ما بيضحش اي، وفي المدينه المنوره كان في ناس بتشرب خمره جميل وهم اليهود.
إذن لابد من هيبة الدولة وعودتها مرة أخرى. لابد من ثقافة التعبير عن الرأي، لابد أن تكون هناك ثقافة. تمام. لابد أن تكون هناك أيضا ثقافة للحوار. تمام. ولابد أن تكون هناك قنوات مشروعة. نعم. ولابد من الاهتمام بالإنسان كإنسان. بالضبط. تمام. بالضبط. يعني في النهاية ماذا تريد أن تقول لكل المشاهدين في كل مكان دكتور نبيل؟ والله عاوز أقول للمشاهدين أني إحنا بفضل الله تعالى والحمد لله ماشيين في الخط السليم. أي. يعني الحمد لله تمت المراحل الثلاثة لمجلس الشعب، فاضل بس الإعادة رئيس مرحلة ثالثة إن شاء الله. وبعون الله تعالى إحنا مجلس حيجتمع يوم 24 يناير 23 يناير. أوه. بعون الله تعالى. نمرة اثنين، مجلس الشورى هيبدأ انتخاباته. أنا رأيي الشخصي ان بلاش مجلس الشورى. معلش بس لا فائده منه. لا فائده منه، ما احنا عندنا مجلس شعب والبرلمان اهو، هيئه نيابيه برلمانيه. انما يعني هيبدا من 15 هذا الشهر مجلس الشورى، وان شاء الله برضو على الشهر القادم على فبراير يكتمل. فادينا ماشيين. نمره اثنين، ان المهمه الاولى خلينا بقى بلاش اعتصامات وبلاش اضرابات وبلاش قطع طريق وبلاش يعني تعويق لمسيره المجتمع الى التقدم. ادينا بنستكمل مؤسساتنا الدستوريه، فهنعمل دستور. تعالوا في الدستور نختار، نحسن اختيار الدستور. ليس عمل البرلمان، انما عمل الامه، عمل المجتمع بكل طوائفه الجغرافيه والقطاعيه، كل المصريين كل المصريين بكل قطاعاتها. يعني النوبه لازم تمثل، سيناء لازم تمثل، الصعيد لازم يمثل، وجه بحري. تمام. الاطباء، النقابات، الجامعات، الهيئات، المجتمع المدني، لازم الكل يمثلوا في هذا، ونتوافق على هذه اللجنه وثم نصل الى الدستور. الدستور ده يوضع حضرتك، بعض الناس قالوا يوضع في 24 ساعة. أي. لأن البنود معروفة، مش هنخترع العجلة. يعني إذن يعني حضرتك بتقصد دكتور نبيل أن المراحل التي تتم لحين تسليم السلطة. أيوة. وتسليم المجلس. أيوة. العسكري في 30 يونيو هناك مراحل. أيوة. لابد أن احنا نستمر مع هذه المراحل التي تم الاستفتاء عليها. تمام. في مارس. نعم. ولا نتعجل مثل ما يريد البعض بتعجيل السلطة أو تسليم السلطة لمجلس الأسي المدني أو تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب. أو تسليم السلطة في 25 يناير كما يتردد من هنا وهناك. لابد من الانتباه إلى مسألة أن هناك خطوط موضوعة للجميع. تمام. من أجل تسليم السلطة. تمام. فهذا ينطبق، أو هذا يجب علينا، أو هذا لهذا ينبغي أن نستمر في الطريق، نستمر في العمل. لا داعي للاعتصامات، لا داعي للإضرابات. نعم. لا داعي لقطع الطرق. هذا ما يريد الدكتور نبيل الصملوطي لكل مشاهدينا الكرام. بارك الله فيك وحفظك دكتور نبيل. انا يعني سعداء بحضرتك، ربنا يكرمك، نسعد بك دائما. شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب. مشاهدينا الكرام، يعني كانت هذه حلقه مهمه وحلقه سريعه، اردنا بفضل الله رب العالمين ان نضع ايدينا على بعض الخطوط وبعض الامور التي يجب تسليط الضوء عليها. اسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، واحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افتح ملف الحياة وابحث قضايا الناس، ده أهم شيء في الحياة تسعد قلوب الناس.